بسم الله، شوف مع بعض برنامج اسمه بين فيوجن. البرنامج اوبن سورس، برنامج فري تقدر تعمله بسهوله جدا. طيب هاجي هنا اقول له انا عايز افتح ملف اوبن، فبيقول لي الامتداد المسموح بيه اي اف سي، فاعمل سيرش على الاي اف سي، اختار الملف ده واقول له اوبن، فيبدا يفتح لي الملف. البرنامج عباره ان هو بيفتح ملفات البيم وتبدا تشوفها وتبدا تفحصها بسهولة. ممكن يكون عندك في شركة مثلا في جهاز مثلا بتاع الإدارة وانت مش عايز تشيل نسخة ريفيت او اركيكات عشان تكلفتها عالية، فتقدر تشتري حاجة زي كده. تقدر تقول له بقى انا مثلا مش عايز الروف، انا مش عايز اشوف كده، تبدأ تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تشوفها والحاجات اللي انت مش عايز تشوفها. ممكن نعمل فيو تقول له طب انا عايز اشوف الديفولت، الفرونت، الباك، التوب، الرايت، الليفت، زي ما انت عايز. تقول له مثلا انكلوج من كاميرا، طب انا هشوف ال 2 دي فيو او 3 دي. طب انا عايز اعمل قط، وتبدا تتحكم في القط هيبقى فين زي ما انت عايز. ممكن تقول له الستور سلايد بيبعد كل دور عن التاني بشكل جميل اهوت. ممكن اقول له بعد كده اوبجكت وابدا اشوف ايه اللي يظهر واللي ما يظهرش، خلي في بعض العناصر شفافه للي جوه بحيث ان وانا بره ابقى شايف شكل الغرف، او اعمل لها هايت خالص. اقدر اتحكم في اللون، اقدر اتحكم في الديسبلاي بتاعها، الشفافيه بتاعتها. لو عايز اقيس حاجه اريا مثلا معينه، يبدا يجيب لي المعلومات بتاعتها. لو انا عايز اعمل حسابات، ابدا اعمل سيلكت على بعض العناصر واقول له كاونت. فهو برنامج حلو، بيديني شويه معلومات كويسه جدا انا عايزها، او يقدر يعرض لي الشغل للعميل.